شعور كبير، شعور بالاعتزاز، شعور انه على الاقل الانسان عنده انتماء، عنده وطن. وفي الوقت الراهن في التحديات الموجوده اليوم في العالم العربي والعالم الاسلامي بصفه عامه او بصفه خاصه، فاحنا لازم ننتخب، لازم نوصل صوتنا، لازم، لانه صوتنا هو اللي باش يوصل بلادنا. هي يعني ان شاء الله احنا نقول ان هي تجاوزت الازمه زي ما يقول التونسي نجزها، ولكن ستيل يعني لسه علينا العمل كثير وعمل جاد. اللي يحب وطنه ينتخب ويعمل. أنا والله هذا واجب، واجب على كل التونسيين أنهم ينتخبوا، لأنه الواجب اليوم مش على السياسيين بس، الواجب الأكبر لازم يكون على كل المواطنين عشان هم يقروا مصيرهم بإيدهم، ما يسيبوا البلاد للسياسيين فقط. وإن شاء الله الكل ينتخب وما يتردد ويحسم أمره قبل ما يخلص الوقت إن شاء الله. بابا أنا اليوم فرحانة برشا جيت لهنا، أنا نمثل الشباب التونسي لهنا وقمت بالواجب. سي بابا أنا نسمى أصغر واحدة لهنا، ما حبيت نقوم بالواجب، وهذه بلادي ومش ديما تجي الفرصة، حبيت ناخذ الفرصة. رسالة المسؤولين الله يرضى عليكم، شوفوا الناس اللي مش عايشة اللوطخ، شوفوا الناس اللي مش عايشة، شوفوا المعاقين، شوفوا الناس اللي طالبة احتياجات بالحق. اللي نجم يخدم ينجم يخدم، واللي ما نجمش يخدم تتلهى به الحكومة. هذه رسالتي بس، ما نشطل بيها حتى شيء. وتحية تونس.